انا معايا 2.5 كوباية من الدقيق ده عشان يعمل لنا حجم طارت كده، ايه اللي هي الصينيه اللي هي 26 مثلا هتعمل لنا حجم كده حلو قوي للطارت. تمام، 2.5 كوباية من الدقيق، هنحط عليهم معلقه صغيره من السكر، هنحط برضو معلقه صغيره ممسوحه من الملح، معايا 1 كوباية من الزبده الساقعه او بدرجه حراره الغرفه، ما فيش مشكله علشان بس تبقاش سايحه ما تبقاش سايله. تمام، ومعانا 1/4 كوباية من الميه الساقعه، احتمال نحتاجها هنشوف، ممكن ما نحطهاش كلها. فكره الميه بس ان احنا بعد ما نفرك الدقيق بالزبده نبتدي نحط شويه ميه كده، ايه عشان العجينه تلم معانا وتبقى متماسكه بس كده. دي كده مقادير عجينه التارت المظبوطه. تمام، محتاجين للوش بقى اي حاجه زي ما قلت لكم، احنا هنا معانا فاكهه، معانا تفاح وكيوي وفراوله وبرده معانا الراسبيري الحلو ده براحتكم لو تحبوا تحطوه، ومعانا كمان الشوكولاته القابله للدهن ممكن نستبدلها بمربى، بالعسل الابيض، بكراميل زي ما تحبوا. وبس كده، وصفه سهله خالص وخطيره، ناس كتيره جدا بتبقى عايزه تعرف التارت بيتعمل ازاي، فسهله قوي. بصوا هنحط الدقيق ونحط الملح والسكر، ملح سكر، نقلبهم كده، ومعانا الزبدة 1 كوباية زبدة بنفس 1 كوباية اللي احنا عايرنا بيها الدقيق كده. وكل اللي انا هعمله دلوقتي، بصوا انا عايزة ايه، افرك الزبدة مع الدقيق كده كلها، عايزة الدقيق يعني يتوغل مع الزبدة الساقعة او اللي بدرجة حرارة الغرفة دي كده. ممكن تعملي الحكاية دي في الكبة لو عايزة، هتبقى اسهل لك، لكن انا بحب اعمل الحاجة بايدي زي ما انتوا عارفين علشان اسهلها برضو لو انتي ما عندكيش كبة او الكبة بتاعتك فيها مشكلة، فتبرضو تبقي عارفة انها ممكن نعملها بايدينا عادي جدا. اهو كده بفضل افرك فيها كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، لغاية ما الزبدة كلها هتبقى مع الدقيق. وبعدين بقى زي ما قلت لكم نجيب شوية مية، برضو ياريت تكون مية ساقعة علشان نلم بيها العجينة. انا عايزة كده ايه اطمن ان الزبدة اتفركت تمام مع الدقيق. بصوا بقت عاملة زي الرملة كده المبلولة، بصوا هو ده كده. وطولي بالك انا بعمل بسرعة وبحاول اوريكم الفكرة عشان عندي وقت في البرنامج ولازم اخلص، انتي في البيت على رواقة اكتر، وقعدي افركي كده كويس قوي لغاية ما تلاقي شكل العجين، الشكل الدقيق مع الزبدة اختلف اهو. بصوا حتى انا، بصوا اول ما بمسكها كده اهو، ده اللي الزبدة عملته فين في الدقيق. هنجيب بقى شوية مية حبة كده صغيرين، وبالتدريج لغاية ما نلاقي ايه العجينة كلها بقت متماسكة وقطعة واحدة اهو. كده بصوا خلاص هو ده كده، هي دي عجينة التارت. عايزين تدخلوها التلاجة شوية، ده يفضل انها تتلف بستريتش كده وتدخل التلاجة، وبعد كده بنفردها ونحطها على صينية التارت، نفردها خالص على صينية التارت وندخلها الفرن. بتدخل فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، بس نخرمها بالشوكة، مش لازم نحط لها بقى أي تقيلة. في ناس انتوا عارفين بتحط ورق زبدة وتحط فول مثلا أو تحط لوبيا أو أي حاجة تقيلة علشان العجينة ما تنفخش معانا، لكن احنا مش هتنفخ معانا ولا حاجة إن شاء الله. احنا مش حاطين لها بيكنج باودر ولا حاطين بيض ولا حاطين أي حاجة، هو دقيق وزبدة ومفيش مشكلة. بنخرمها بس كده بشوكة أو بسكينة وبندخلها الفرن، هتلاقوها كده أطرافها أحمرت وبقت جاهزة، بنطلعها على طول ونسيبها تهدى وتبرد، ونبتدي بقى نحط لها الفواكه اللي معانا ونحط الشوكولاتة اللي معانا. حطوا اللي انتوا عايزينه،
احنا عندنا واحده اهي استاذ داغر هيجيبها لكم. بصوا حطينا من تحت الشوكولاته، هاتها لنا يا استاذ داغر من فضلك. اهي من تحت فردنا شوكولاته وقعدنا رصينا بقى تفاح، كيوي، فراوله، تفاح اصفر وتفاح احمر براحتكم، وبيبقى طارت تحفه ووصفه ناجحه جدا جدا للطارت، مش هتاخد منك وقت خالص. وانا عايزه اقول لكم ان العجينه نفسها بتاعت الطارت دي هايله، بتبقى هشه، ولما بترفعيها وتفرديها في الصينيه قبل ما تسويها في الفرن ده بيبقى عليها عامل كبير قوي، ما تخليهاش تخينه علشان ما تبقاش وانت بتقطميها كده تحسي انها حجر كده وناشفه قوي. عايزه اقول لكم ان في محلات كبيره جدا تيجي تاكل الطارت عندهم فعلا بيوجع لي اسناني رغم انه محل كبير وبتاع، لكن احلى حاجه ان الطارت يبقى كده ايه يعني ماسك نفسه، وفي نفس الوقت اول ما اجي اطعمه الاقيه داب في بقي كده، بيبقى لطيف قوي. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم بالهنا والشفا. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض فطائر السبانخ حلوه جدا، عملنا الفطيره الشرقي يعني فطير عجينه الفطير الشرقي العاديه خالص بمقادير بسيطه، هو دقيق وملح وسكر وشويه ميه، وحشيناها سبانخ خطيره، جربوها كده وبالهنا والشفا. والوصفه الثانيه عملنا التارت، اصعب حاجه فيها هي العجينه نفسها ومقاديرها. جربوها وحطوا عليها اللي انتوا عايزينه وبالهنا والشفا.